بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الشيخ ينتقل للاتفاق السعودي على سبيل الإعارة. لجنة الكرة تجتمع بالبدر اليوم. صلاح يدعو الجماهير لمتابعة حفل جوائز الكاف غدا. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. وافق النادي الأهلي على إعارة لاعبه أحمد الشيخ لصفوف الاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم. كان الشيخ قد مد تعاقده مع الأهلي لثلاث مواسم قبل التوقيع على عقود إعارته للاتفاق السعودي، وكان الأهلي قد وافق على إعارة عماد متعب لنادي التعاون السعودي لمدة 6 أشهر بداية من الانتقالات الشتوية الحالية. اهتمت الصحف السعودية بانتقال عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى التعاون السعودي على سبيل الإعارة ل6 أشهر. وقالت صحيفة الرياض إن التعاون استعار متعب صاحب الأرقام القياسية في الأهلي حتى نهاية الموسم ليكون المصري الثالث إلى جانب كل من عصام الحضري ومصطفى فتحي. ونقلت صحيفة الجزيرة عن متعب قوله بأن كل من الحضري وفتحي نصحاه بالانتقال إلى التعاون. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الهاتف من السعودية أستاذ عاطف عليوة الصحفي بجريدة الرياضية السعودية. أستاذ عاطف أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، كل عام وحضرتكم بخير. وحضرتك بصحة وسلامة. عايز أعرف من حضرتك ردود الأفعال الصحف السعودية بعد انتقال عماد متعب وأحمد الشيخ طبعا للدوري السعودي. طبعا الصحف السعودية الرياضية هنا مهتمة جدا بانتقال نجوم مصر لكرة القدم للأندية السعودية بصفة عامة، والفترة الأخيرة طبعا كان في انتقال الكابتن عماد متعب والكابتن مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي، وليهم ردود أفعال واسعة جدا سواء في منطقة القصيم اللي فيها نادي التعاون وبيتنافس مع نادي الرائد بدون ناديين كبار، يعني بيبقى بينهم دائما ديربي. ومش هكذب لو قلت إن انتقال الأندية النجوم المصريين للأندية السعودية بتزيد من عدد الجماهير اللي بتحضر المباريات، لان طبعا عارف ان حضرتك الجاليه المصريه جدا في السعوديه. اكيد طبعا. وبالتالي لما بيعرفوا ان في نجوم مصريين بيلعبوا مع الانديه بيحضروا المباريات وبيبقوا حريصين جدا على المباريات، وده الاتجاه الجديد للاستثمار في الرياضه السعوديه، انك لازم تزود عدد الجماهير وبالتالي تستقطب نجوم تحتها الجماهير تحضر المباريات. والملاعب السعوديه قبل كده طبعا رحبت بكثير جدا وتعاملت مع نجوم مصريين من زمان، مدام الكابتن اشرف قاسم مع الهلال ومحمد بركات مع الاهلي واسامه شاطر مع الاتحاد، والكابتن عماد متعب ما هوش جديد على الملاعب السعوديه لانه كان بيلعب قبل كده مع نادي الاتحاد، ودي ثاني مره بيرجع ثاني لنادي التعاون، وبالتالي يبقى نادي التعاون هو الوحيد اللي معاه الثالوث المصري بحضور الكابتن الحضري والكابتن مصطفى فتحي والكابتن عماد متعب، ومعانا طبعا كابتن حسام غالي موجود في النصر السعودي وده من الانديه الكبيره المعروفه، وفي شيكابالا في الرائد اللي هو المنافس الرسمي والاساسي لنادي التعاون في بريده مدينه بريده، وفي الكابتن حمودي مع الباطن، يعني في انديه سعوديه بتبقى حريصه على استقطاب النجوم المصريين لان ليهم وقع وصدى كبير جدا عند الجماهير، وده بينعكس على الصحف السعوديه عامه، يعني حتى في السوشيال ميديا كله بيرحب، يعني النهارده في معلقين كتير بيستنوا عوده كابتن عماد متعب يقول لك والله انا مستني عشان اعلق على اول اهدافك مع التعاون، فدي شيء جميل جدا. يعني هل حضرتك شايف ان نادي التعاون قادر على طبعا عوده الكابتن عماد متعب الى منتخب مصر ومونديال روسيا 2018؟ والله ان شاء الله، لان كله بيبقى تحت اعين المراقبين، يعني سواء نادي التعاون او غيره، اللاعب المصري لو ادى كويس جدا وقدم مستوى يليق تحت اعين المراقبين في المنتخب المصري ان شاء الله يرجع.
طيب يمكن احنا لسه في بدايه موسم الانتقالات الشتويه، هل حضرتك شايف ان ممكن انديه سعوديه تتعاقد مع لاعبين مصريين يعني لسه في لنهايه الانتقالات الشتويه، ولا الانديه السعوديه اكتفت بعدد المصريين اللي موجودين حاليا في الدوري السعودي؟ لا، هي الانديه السعوديه ما عندهاش يعني الانديه السعوديه بصفه عامه كل نادي محدد بعدد لاعبين غير سعوديين. تمام. وبالتالي يعني نادي الاتفاق تعاقد مع احمد الشيخ النهارده، اعتقد خدوا اعاره منهم من النادي الاهلي. مظبوط. يعني في نادي الاتفاق بينافسوا نادي القادسيه، ده الديربي بتاع المنطقه الشرقيه، القادسيه والاتفاق، فالقادسيه ممكن ياخد لاعب مصري. الرياض فيها الهلال وفيها النصر، ودول ناديين كبار. الجده فيها الاهلي وفيها الاتحاد، ودول ناديين كبار. المدينه المنوره فيها نادي احد، ده بيلعب في الدوري الممتاز السعودي. يعني كل الانديه دي قدامها الفرصه انها تتعاقد مع لعيبه مصريين. في غير حفر الباطن اللي هي فيها نادي الباطن، وفي المجمعه فيها الفيصلي، كل الانديه دي قدامها الفرصه انها تتعاقد مع لاعبين مصريين، واعتقد العين عليهم دلوقتي يعني ان شاء الله. تمام. يعني طبعا في النهايه بشكر حضرتك الاستاذ عاطف عليوه صحفي بجريده الرياضيه السعوديه على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي. أعرب الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن سعادته بتحقيق الفوز على النصر بأربعة أهداف دون مقابل وإضافة ثلاث نقاط تقرب الفريق خطوة نحو الوصول إلى صدارة ترتيب المسابقة. وقال الكابتن حسام إن الجهاز الفني عكف على دراسة النصر جيدا قبل المباراة من خلال مشاهدة العديد من لقاءاته في الدوري لتوضيح نقاط القوة والضعف وإيقاف مفاتيح الخطورة، خاصة وإن النصر أدى مباريات مميزة خلال الفترة الأخيرة. وللمزيد من التفاصيل نتابع أبرز تصريحات الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق في التقرير التالي. طبعا الحمد لله على الفوز النهارده، واكيد ثلاث نقاط مهمين جدا زي ما احنا عارفين، يعني متبقي مباراه الدور الاولاني بالاضافه للمباراه المؤجله مع المقاولين، فكانت مباراه النهارده طبعا في غايه الاهميه لعده اعتبارات، وزي ما احنا عارفين يعني كل المباريات بتبقى مهمه، لكن دائما يعني بيصل الى اللاعبين ان كل مباراه برضو ليها ظروفها، بالرغم من اهميه كل المباريات والثلاث نقاط، لكن مباراه النهارده كانت مهمه. شفنا فرقه النصر برضو نتائجها مع الفرق في الفتره الاخيره كانت ايجابيه، فكان فوز مهم، والحمد لله على الفوز النهارده وثلاث نقاط. اتفضلوا جاهز. الله يبارك فيك يا احمد، الله يخليك. انت ايه اصابه ايه دي؟ كسر ده ولا ايه؟ لا سلامتك. سلامتك. حضرتك انا احمد حمدي بديل مناسب لعبد الله السعيد. السؤال الثاني، حضرتك اتعاملت ازاي بنجاح مع اصابتين النهارده محمد الشناوي واحمد حمدي؟ لا، هو بالنسبه لحته احمد حمدي لاعب جيد طبعا، لاعب واعد طبعا، لسه قدامه كتير جدا، لكن لاعب واعد، ويمكن في اكثر من مناسبه قبل كده اتفتح موضوع احمد حمدي ده، واتكلمنا قلنا وانا رفضت قبل كده كذا مره، حتى العرض اللي كان موجود في بدايه السنه الاعاره الخارجيه اللي كانت موجوده، يعني رفضت ان هو يروح اعاره، وفي نفس الوقت الطلب اكثر من مره في نادي. فاحمد حمدي لاعب واعد، انا بثق في قدراته وامكانياته، لكن كلمه بديل، كل لاعب له مواصفاته وله اداءه وشخصيته، لكن هو لاعب طبعا بيجيد اللعب في المركز اللي بيلعب فيه عبد الله ومراكز ثانيه، لكن هو لاعب واعد، وانا طبعا ببقى سعيد اما بيبقى عندي ثقه في لاعب وبنديله فرصه بيقدر بيقول ان انا عندي رغبه وان انا امكانياتي يعني واعده طبعا اكيد، فربنا يسهل، لكن لسه ما عملش حاجه لسه، يعني صعب تقارنه بعبد الله السعيد كده على طول، لكن هو لاعب مميز طبعا وان شاء الله عنده مستقبل كويس يعني. لا، هو الشناوي مفيش اصابه، لكن الشناوي ملاحظتنا ان هو طبعا في كوره يمكن رجليه
مع الارض شويه مع ارض الملعب، وفي نفس الوقت لان ان هو الكره اللي بعديها ما حبش يشوط الكره الثابته، فعلى طول ما فيش مخاطره في الوقت ده، وبالذات ان يعني عندنا مباراه مهمه، ونتيجه المباراه ما كانتش طبعا اتحسمت برضه، لكن في اوقات بيبقى ما فيش مخاطره في حاجه، فقررت هو كان رافض انه يطلع، لكن طبعا قرار انا يعني، لكن بياكد ان هو سليم 100% وكده، لكن ما حبناش نخاطر يعني. بالنسبه لل يعني بتاعت حمودي برضه، لا ما اعتقدش ان هي اصابه، لسه طبعا هتشخص بكره، لكن هم الاصابتين دول برضه غيروا من تغييري شويه، بالرغم ان انا برضه اتعاملت مع المباراه وتغييراتها، لكن كنت عاوز ادي ميدو، وكنت لكن هي طبعا الاصابات طبعا يعني اجبرتني في التغييرات. هل يعني فاضل اسبوع على مباراه الزمالك، هل بعد الاسبوع ده نقدر نقول ان يعني العناصر الاساسيه في الفرقه المصابين هيقدروا يبقوا جاهزين مع حضرتك، او في اي مشاكل في الغيابات الموجوده قبل ماتش القمه؟ العناصر الاساسيه، ما احنا اتكلمنا اكثر من مره، قلنا ان كل اللي موجودين يعني انت بتتكلم عناصر اساسيه، ما انت شايف بيحصل تغيير يعني. عبد الله بيرتاح النهارده، طبعا عنصر مهم وعنصر اساسي، لكن كل لعيبه مهمه، وزي ما انت شايف كل مباراه بنتعامل معاها وتركيزنا بيبقى في المباراه نفسها. يعني النهارده مباراه النصر بالرغم الروتيشن اللي حصل، لكن حاله حمودي في الفتره الاخيره وثقتي في حالته هي اللي خلتني اديله النهارده، مش مجرد ان انا بديله عشان اريح حد بس، لا ده بريح، وفي نفس الوقت حاله حمودي في الفتره الاخيره مميزه جدا، وشوفنا اداء النهارده برضه خطوره، يمكن بس احساسه بالبعد عن المباراه، لكن خلق فرص وخلق لنفسه في اكتر من فرصه والاخرين، فهي مش عمليه اساسين او كده، لكن التعامل مع المباراه، وفي نفس الوقت يعني الحمد لله ان بيبقى مجموعه او كم كبير جاهز ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. اتفضل. الله يبارك فيك. حضرتك في كنت المباراه اللي فاتت، مباراه طنطا، المباراه اللي حضرتك يعني اتعثر فيها، رجعت بتروجيت الفوز بشكل كويس طبعا وبشكل كبير، وبرضه النهارده فوز برباعيه على فريق النصر. حضرتك في اهداف مباراتين برضه، عايز اكلمك عن عوده مروان. انا بقول لك يعني كان نفسي النهارده زي ما بقول التغييرات اللي تمت كان كل تفكيري برضه في مروان، تفكيري في ميدو، لكن الحمد لله مباراه اتلتيكو برضه طمنتنا بشكل كبير عن مروان وحالته وثقته، يعني حتى يعني كان مبالغ هو شويه في حته الالتحامات والشراسه شويه، فده شيء كويس طبعا، بيديله ثقه وبيدينا احنا كمان ثقه، وكان نفسي استخدمه النهارده، لكن عندنا مباراه يعني وديه ان شاء الله بعد بكره، فبرضه هتبقى فرصه للناس تشارك ان شاء الله. المباراه ده كابتن قبل ماتش الزمالك، ولا ده احتمال يبقى ماتش الزمالك اتاجل كده لما يلعب ماتش المباراه وديه، وبعدين 48 ساعه يلعب ماتش؟ لا مش 48 ساعه، المباراه بعد بكره. لسه يعني مش يعني في الناس اللي بقى لها فتره ما لعبتش، لان اول مره زي ما انتم تلاحظوا كده ان يبقى في فتره زمنيه ما بين المباراتين، احنا على طول بنلعب ثلاث ايام ومباراه، ثلاث ايام ومباراه، فكانش في فرصه خالص، لكن المره دي في فرصه، وفي نفس الوقت عاوزين ان شاء الله يبقى اكبر كم جاهز، عندنا مباراتين في مرحله مهمين جدا، مباراه الزمالك ومباراه السوبر ان شاء الله، فعاوزين نجهز كل الناس ان شاء الله يبقوا جاهزين باذن الله. ماشي، شكرا. اكد الكابتن سارة ابو حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي ان الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري يسعى لتدعيم الفريق ببعض العناصر في انتقالات يناير الجاري وفقا لاحتياجات الفريق ورؤيه الجهاز الفني. واشار الكابتن سارة ابو حفيظ الى ان الارقام المتداوله بخصوص الطلبات الماليه من جانب بعض الانديه تحمل مبالغه ولا تتوافق مع واقع السوق المصري، وان كان من حق كل نادي ان يطلب ما يراه من ارقام للتنازل عن لاعبيه. وما زلنا مع الكابتن سارة ابو حفيظ، حيث قال ان ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الاول لكره القدم يتم على مراحل محدده ووفقا لظروف ارتباطات الفريق، وشدد على تمسك الجهاز الفني بكل العناصر الهامه خاصه عبد الله السعيد ووليد سليمان وحسام عاشور واحمد فتحي واحمد عادل عبد المنعم،
وأشار مدير الكرة إلى أن ظروف المباريات وتلاحم اللقاءات فرض على الجميع التركيز بشكل أكبر في الملعب على أن يتم التجديد للاعبين في الوقت المناسب. قال كابتن سراب حفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعقد اجتماعا هاما يوم الأربعاء مع كابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لبحث صفقات فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاي. وأوضح أن الجلسة سوف تناقش أيضا مصير العروض التي وصلت لضم بعض اللاعبين إلى جانب حسم التدعيمات التي يرغب الجهاز في القيام بها في الفترة المقبلة. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية مع فريق البلاستيك في الثالثة عصرا غدا الخميس، حيث يرغب الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري في الاطمئنان على جميع لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك الاثنين المقبل في مسابقة الدوري. وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري إراحة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة النصر أمس بالدوري من المشاركة في مباراة البلاستيك الودية التي تقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وإلى أخبار تدريبات الفريق. انتظم عبد الله سعيد لاعب فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ميران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء والذي يقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها. وكان الجهاز الفني للفريق منح السعيد راحة من الميران عقب مشاركته في مباراة بتروجيت بالدوري الممتاز حيث لم يشارك في لقاء النصر أمس. تقرر أن ينتظم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية خلال الساعات القادمة فور التأكد من تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها بالفترة الأخيرة. وكان إكرامي قد تغيب عن التدريبات الفريق الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها وخضع لبرنامج علاج طبيعي. انتظم كريم ميدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي صباح اليوم. وعانى ميدفيد من إجهاد عضلي في الأيام الماضية حرمه من المشاركة في مباراة النصر التي أقيمت أمس الثلاثاء بالجولة الثامنة المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز. وصل الثنائي حسام عاشور وسعد سمير لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم. ويعاني عاشور من إجهاد في العضلة الضمة فيما يعاني سعد سمير من جزع في الرباط الداخلي للركبة. وللمزيد
المزيد من التفاصيل حول تدريبات الفريق الأول ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا عمر، أهلا بيك وأهلا بكل متابعي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. محمد طمنا، أخبار التمرين النهاردة إيه؟ التدريب النهاردة يمكن الجهاز الفني فضل أن المجموعة التي لم تشارك في مباراة الأمس أمام النصر تخوض تدريب صباحي، بينما اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس فضل الجهاز الفني أعطاهم راحة سلبية لمدة 24 ساعة. بدأ التدريب في حدود الساعة 11 صباحا، وكان عدد اللاعبين طبعا اللي شاركوا في التدريب كان عدد قليل جدا نتيجة طبعا يعني راحة حوالي 12 لاعب من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة النصر. كان تدريب بدني ثم أعقبه بعد ذلك تدريب تكتيكي وتدريب فني، واصطحب الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، اصطحب الحراس معاه، كان معاه شريف إكرامي واحمد عادل عبد المنعم والحارس الصاعد مصطفى طارق. شريف إكرامي بطمنك على حالته، النهارده كان بيخوض تدريب بدني وفني مع الكابتن طارق سليمان. لكن المجموعه الاخرى كان الكابتن حسام البدر وكابتن احمد ايوب وسيد معوض كانوا بيخوضوا التدريب مع المجموعه الاخرى. كان في تدريب متعلق بالتخصص اخطر اللمسه، اللعبه، التدريب التكتيكي، التصويب، التسديد. كان في جمل فنيه كثيره جدا في التدريب للمجموعه التي لم تشارك في مباراه الامس. حتى هذا التدريب شارك فيه ايضا اسلام محارب، وهو من اللعيبه اللي نزل في اللحظات الاخيره او في الجزء الاخير من مباراه النصر، لكن نزل وكان موجود النهارده في التدريب. احمد عادل عبد المنعم رغم مشاركته بالامس في الشوط الثاني، لكن كان موجود النهارده في التدريب الاساسي مع حراس المرمى. محمد الشناوي اليوم كان بيخضع لجلسات داخل الجيم، ويمكن تحدثت وطمنت عن حالته. غدا باذن الله الشناوي هينزل جري خفيف حول الملعب، لكن هيكون تدريب يعني خفيف بالنسبه له، يعني استعدادا وتجهيزا للمباراه الزمالك. لكن حتى هذه اللحظات يعني الجهاز الطبي لم يؤكد ان الشناوي سيغيب عن مباراه القمه. كل الامور لسه يعني الجهاز الفني والجهاز الطبي هيتحسف شويه في مشاركه الشناوي خلال الفتره القادمه في التدريبات، لكن نطمئن الجميع ان هو شد خفيف، يعني حسب الكشف الطبي اللي اجري صباح اليوم لمحمد الشناوي هو الكشف خفيف، يعني شد خفيف في العضله الضمه. بخلاف ذلك تدريب بالنسبه لحسام عاشور وسعد سمير تدريب خفيف حول الملعب، خاصه الاثنين لسه بيؤدي تدريباتهم التاهيليه في التوقيت الحالي ولم يتسنى لهم المشاركه في المران الجماعي. دي كانت الصوره العامه لشكل المران والتدريب التخصصي او التدريب الفني للمجموعه اللي كانت النهارده بتتدرب في التتش واللي ما كانتش موجوده امبارح في مباراه النهارده. محمد يمكن عايز اعرف برضه، هل تم انتهاء الاجتماع الخاص ما بين الكابتن حسام البدري ولجنه القرى اللي كان بيقام من الساعه 5؟ هل في اي جديد؟ هو اجتماع لجنه القرى يعني لغايه بالظبط 6 الا ربع ما كانش لسه بدا، كان في عده اجتماعات متتاليه. اليوم النهارده مزدحم بالعديد من الاجتماعات داخل النادي الاهلي، لكن لغايه 6 الا ربع ما كانش لسه بدا الاجتماع. لكن اللي تابعناهم بشكل مباشر في حضور الاجتماع كان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، الكابتن علاء عبد الصادق، كابتن محمود الخطيب كان متواجد منذ الصباح. لكن خلال اللحظات الحاليه يعني الاجتماع قد يكون بدا، لكن لم يتسنى ليا متابعه وصول كابتن حسام البدري او كابتن فرد الحفيظ حتى هذه اللحظات، لان حسب ما علمت ان الجهاز الفني اجتمع صباحا وهناك تقرير سيرسل للجنه الكره في هذا الاجتماع، وهو اجتماع مطول النهارده. يعني من المنتظر اجتماع لجنه الكره اليوم، يعني من المتوقع انه يصل من حوالي الى 4 إلى 5 ساعات، لانه بيناقشوا امور كثيره جدا تخص الجهاز الفني والمرحله القادمه بالنسبه للاعبين المعارين والاستخدامات، يعني مرحله مهمه جدا. الجهاز الفني طبعا بيحدد احتياجاته في التوقيت الحالي، فالاجتماع مستمر لمده اطول. وحسب يعني حديث النهارده صباحا مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والمدير الرياضي ان في امور كثيره جدا تخص القطاع في الفتره القادمه، لسه حتى الجوب سكريبشن لمساله التخصص او السمات اللي ممكن يشتغل عليها المدير الرياضي لسه كمان هيتم تقديم تصور ليها في اجتماعات لجنه الكره القادمه. لكن حتى هذه اللحظات يعني الاجتماع تقدر تقول لسه بادئ من لحظات قليله، ما بداش 5 لكن بادئ منذ لحظات قليله ومستمر حدود كمان 3 إلى 4 ساعات خلال الفتره القادمه. يا عمر محمد سعيد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشه قناه النادي الاهلي.
إلى أخبار المنتخب الوطني واتحاد الكرة، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين تأجيل مباراة فريقي النصر والإسماعيلي في الأسبوع 17 للدوري الممتاز المقرر لها يوم 6 يناير الجاي لتقام يوم 9 من الشهر ذاته بناء على قرار الأمن. ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة في 8 مساء. يغادر القاهرة في 8 من صباح غدا الخميس وفد الاتحاد المصري لكرة القدم متوجها إلى العاصمة الغنية أكرا لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن العام المنقضي 2017 والمقرر إقامته في 7 من مساء الغد بتوقيت غانا. يضم الوفد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وسيف زاهر ممثل الاتحاد في الاحتفالية ومجدي عبد الغني وكرم كردي عضوي مجلس إدارة الاتحاد وهيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب وإيهاب لهيطة مدير المنتخب وينضم إليهم في أكرا محمد صلاح نجم المنتخب. وتنافس مصر على 4 جوائز هي أفضل منتخب وطني وأفضل لاعب وأفضل مدير فني وأفضل نادي.